بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، أقدم لكم ليسون طغوا الدرس الثالث بلينيتي طغوا من الوحدة الثالثة، وهنبدأ العرض كده مع بعض. السؤال الأول، الشريحة الأولى، يلا كده ريجاردي لا فوتو، هنبص كده على الصورة. كيسكو بو ريجاردي، أنتوا شايفين إيه؟ إيه المكان اللي قاعدين فيه الطلبة ده؟ بالظبط ممكن يكون ان بيبليوتك، بس هو حاجة أكبر من البيبليوتك، إن هنا في أجهزة أورديناتور كمبيوتر، وفي ليفر، وفي ناس قاعدة كده بتتصفح على الإنترنت، في ناس كده بتسمع حاجات على الكمبيوتر. واضح جدا يا جماعة إن ده مركز التطوير التكنولوجي أو حجرة مناهل المعرفة اللي إحنا بنسميها بالفرنسية سي دي إي. سي دي إي سي دي اي. تعالوا كده يا جماعه نشوف عنوان درسنا ان شاء الله النهارده، ليسون توا بور بارلي دو سيزافير. بور بارلي دو سيزافير، طب يا جماعه كنا نعرف بور لكي، بارلي نتحدث، دو سيزافير والافير اللي هو الاوبجيه الاشياء الاغراض الممتلكات، يبقى لكي نتحدث عن أشيائنا أغراضنا ممتلكاتنا. تعالوا كده يا جماعة نشوف الشريحة الأولى أهو. العنوان بتاعي اسمه لا بوسيسيون. لا بوسيسيون اللي هي الملكية. تعالوا كده يا جماعة بيقول لي سو ديالوج إي ريتروف. اقرأ الحوار إي ريتروف واستخرج ليزاجيكتيف بوسيسيف دون لو ديالوج. واستخرج ليزاجيكتيف بوسيسيف صفات الملكية. منين يا جماعة؟ دان لو ديالوج في الحوار. تعالوا نقرا كده الحوار. البنت اللي اسمها جيلي لقيت حاجة كده في الفصل، فبتقول للولد اللي اسمه لوكا سي تاتروس سي تاتروس، دي مجلمتك؟ فلوكا بيقول لها وي سي ماتروس. نلاحظ إن جيلي لما قالت له التروس دي بتاعتك قالت له تا تروس، والولد لما قال دي التروس بتاعتي قال لها ما تروس. شايفين هنا تا وهنا ما. جولي لقيت حاجة تانية فبتقول له اي سي تون ليبر سي تون ليبر، ده الكتاب بتاعك لكا نو سو ليبر اي امونا سو ليبر اي امونا. الكتاب ده مش بتاع، امال بتاع مين؟ منى، بتاع منى. جولي استنتجت استنتاج هنا بيقول له سي سون ليفر سي سون ليفر. لاحظوا ان هي ما جايش في لا تون ولا مون، جابت سون عشان الليفر ده بتاع واحده تانية غير هما الاثنين، سي سون ليفر كتابها. يا ترى فين صفات الملكيه يا جماعه اللي وردت هنا في الحوار؟ تعالوا نشوف كده اهو. ريبونس الاجابه تا ما تون سون، دول اسمهم ادجكتيف بوسيسيف صفات الملكيه. طب تعالوا كده نشرح الموضوع اهو. العنوان بتاعي ادجكتيف بوسيسيف صفات الملكيه. لو انتم ملاحظين الجدول هنا يا جماعه منقسم الى ثلاث اعمده. العمود الاول فيه البرونون الضمائر بتاعتي اللي هي جو انا تي انت ال هو ال هي. العمود الثاني العنوان بتاعه ماسكولين مذكر، وده فيه كل الكلمات المذكر. والعمود الثالث فيمينا مؤنث، فيه الكلمات المؤنث. فهنا جبل جو انا، لما الحاجه تبقى بتاعتي انا يا ترى ايه صفات الملكيه اللي انا هستخدمها؟ اهو بيقول مون ليفر مون ليفر كتابي. يا ترى مون هنا وظيفتها ايه؟ صفة ملكية للمفرد المذكر. تحتها بيقول مي ليفر مي ليفر كتبي. لو احنا ملاحظين ليفر اخرها اس تبقى جامع مذكر، يبقى مي دي صفة ملكية للجامع المذكر. لو انتقلنا للخانة المجاورة بيقول ما تروس ما تروس المقلمة بتاعتي. طبعا هنا تروس موجودة في خانة الفيمينا ودي مفرد مؤنث، وبالتالي ما صفة ملكية للمفرد المؤنث. تحتها ميتروس ميتروس المقالم بتاعتي. طبعا هنا يا جماعة مي للجامع المؤنث. لو احنا يا جماعة خلطنا الخانة الأولى على الثانية
هيطلع معايا ثلاث صفات ملكية مع جو، مون وما ومي. مون طبعا مفرد مذكر، ما للمفرد المؤنث، مي للجامع لنوعين. نيجي عاد لمين؟ للضمير تي، انت. لما الحاجه دي تبقى بتاعتك انت، يا اللي بخاطبك يا اللي واقف قدامي، او بتاعتك انت سواء كانت ولد ولا بنت مخاطب. يا ترى هقول ايه؟ هقول تون ليفر لو كان مفرد مذكر، هقول تون، مش هقول مون طبعا، هقول تون. الجمع بتاعها تي ليفر، استخدم تي الجمع المذكر. وانتقلنا للخانه المجاوره، تا تروس، تا تروس طبعا دي مفرد مؤنث، تي تروس جمع مؤنث. لو احنا خلطنا الخانتين على بعض يا جماعه هيطلع عندي ثلاث صفات ملكيه مع تي، تون مفرد مذكر، تا المفرد المؤنث، تي للجمع بنوعين. نيجي عاد لو الحاجه بتاعته هو والحاجه بتاعتها هي، ايل او ال. يا ترى ايه صفات الملكيه المستخدمه مع ايل وال؟ اول خانه بيقول لي سون ليفر، استخدم سون، سون ليفر كتابه او كتابها. طبعا هنا سون ليفر ليه؟ عشان ليفر هنا مفرد مذكر. تحتها سي ليفر، سي ليفر طبعا هنا سي عشان ليفر جمع اخرها اس. طب والخانه الثانيه بتاعت الفيمينا مؤنث، ساتروس مجلمته او مجلمتها، طبعا هنا سا للمفرد المؤنث، سي تروس، سي تروس طبعا للجامع المؤنث. لو احنا يا جماعه خلطنا الخانتين على بعض هيطلع عندي ثلاث صفات ملكيه مع ايلو ال، سون للمفرد المذكر، سا للمفرد المؤنث، سي للجامع المذكر، سي للجامع المؤنث. بس هنا بيقول لي منقوصه مهمه جدا من تحت، بيقول لي ما او تا او سا اللي هم ثلاث صفات يجوا مع المفرد المؤنث، لو جه بعديهم بريس فويل، لو جه بعديهم مفرد، اسف، لو جه بعديهم مفرد مؤنث مبدوء بفويل حرف متحرك، لو جه بعديهم مفرد مؤنث مبدوء بحرف متحرك فويل، لازم يتحولوا الى مون وتون وسون، يتحولوا الى مذكر. يعني انا ممكن استخدم صفه الملكيه المذكره بدل صفه الملكيه المؤنثه، امتى؟ لو كان المؤنث اول حرف متحرك. يعني هنا المفروض ما كنتش اقول مونامي، المفروض اقول ما امي، بس عشان امي اول حرف متحرك قلت مون امي لتفادي التقاء حرفين متحركين. كمان توني كول مدرستك، توني كول الكل دي مؤنث، كان المفروض اقول تا اي كول، بس انا مش هينفع اقول تا اي كول عشان ما يلتقوش اثنين متحركين مع بعض، فقلت تون اي كول. يبقى كده استخدم صفة الملكية المذكرة بدل صفة الملكية المؤنثة. سونامي صديقته أو صديقتها. سونامي طبعا يا جماعة خدنا سون بدل سا علشان أمي أول حرف متحرك. يبقى نحترس لو جالي في الامتحان اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف متحرك لازم اخد صفة الملكية المذكرة بدل من صفة الملكية المؤنثة. يعني استخدم مون بدل ما، وتون بدل تا، وسون بدل سا. تعالوا كده يا جماعة ناخد اكتيفيتي نشاط. شوف كده بيقول لي كومبليت بار ان ادجكتيف بوسيسيف، اكمل بصفة ملكية ملائمة. الجملة الأولى بتقول ادريان، وده ولد اسمه ادريان، لو حبيت اشيله احط مطرحه ايل. ما دام احط ايل يا جماعة كم صفة ملكية مع ايل؟ ثلاثة، سون وسا وسا. طب هنا بيقول لي ادريان اون فرير، عنده اخ. طب الاخ ده طبعا مفرد مذكر ومفرد مؤنث؟ طبعا مفرد مذكر، يبقى بالتالي اقول سي نقط فرير. يا ترى هاخد سون ولا سا ولا سا؟ تعالى نشوف كده، ايوه هناخد سون طبعا مفرد مذكر. تعالى نشوف الجمله الثانيه، بيقول جي اون راجلة، جي اون راجلة. طبعا يا جماعه هنا على راس الجمله في جو انا، ما دام في جو انا يبقى معايا ثلاث صفات ملكيه، مون وما ومي. طب عندي هنا اون راجلة، بيقول لي اون يعني مفرد مؤنث، اخد مون ولا ما ولا مي؟ طبعا اخد ما، واقول سي ما راجلة مسطرتي. الجمله الثالثه، واحد بيقول لواحد تي اينامي، انت عندك صديقه. هنا تي يا جماعه شغالين مع تي، كم صفة ملكية مع تي؟ عندي ثلاثة، عندي تون وتا وتي. وبالتالي هنشوف الكلمة اللي جاية هنا ورا النقط، أمي، أمي دي صديقة مؤنث ولكن مبدوءة بحرف متحرك، يبقى مش هينفع أقول تا، أقول تون. نيجي عند الجملة اللي بعديها بتقول إيل أ دي ستيلو،
هو عنده أقلام جاف. هنا إيل شغالين مع إيل يا جماعة، يبقى بالتالي معايا ثلاث صفات ملكية، عندي سون وسا وسيم. وبالتالي هنشوف كده الكلمة اللي ورا النقط ستيلو دي كلمة جمع، ولم كلمة جمع هنختار سون ولا سا ولا سي؟ طبعا هنختار سي، سي افيك اس. نيجي عند الجملة اللي بعديها بيقول ال ا دي ليبرا، شغالين مع ال يا جماعة، وهنا طبعا ال معاها ثلاث صفات ملكية سون وسا وسي، وعندي طبعا كلمة ديليفر دي كلمة جامعة، يبقى هناخد سي. صحيح. شوف كده يا جماعة اللي بعده كده اتنسيون، انتبه ملحوظة. تعالوا كده يا جماعة نشوف هل هناك وسائل أخرى للتعبير عن الملكية غير موما ميتون تاتيسون ساسيس صفات الملكية؟ تعالوا نشوف كده أول جملة ونتناقش مع بعض. بيقول له بير دو سامي، خدوا بالكم يا جماعة من الدو، بريبوزيسيون حرف الجر دو المحطوط ما بين له بير الاب وبين سامي، يعني ابو سامي والد سامي، يبقى ده مضاف ومضاف اليه في اللغه العربيه، يبقى بالتالي كلمه لو بير دي مملوكه لمين او منسوبه لمين؟ منسوبه لسامي. طب انا عايز اشيل كلمه سامي دي، اقول ايه؟ اقول ابوه ولا ابويا ولا ابوك؟ طبعا الصح ان انا اقول سون بير ابوه، طبعا عشان سامي ده ممكن اشيله واحط مطرحه ايل، وبالتالي يبقى عندي ثلاث صفات ملكية، عندي سون وسا وسي، عندي طبعا بير دي مفرد مذكر، يبقى ناخد سون بير. تحتيها بنفس الطريقة لامير دو سامي، أم سامي. طبعا هنا لو حبيت أشيل سامي هقول سا مير. طب ليه المرة دي يا مسيو أنت قلت سا؟ علشان مير مفرد مؤنث. بعد كده بيقول لي بارون دو سامي، لي بارون دو سامي الوالدين بتوع سامي. لو حبينا نشيل سامي هنحط ايه صفة ملكية؟ سي، سي بارون، سي بارون والديه، طبعا عشان كلمة بارون دي كلمة بلوريال جمع. طيب لكل دحمد، لكل دحمد، طبعا عايزين نشيل احمد ده ونحط صفة ملكية، فقال سون ايكول، المفروض كنا نقول سا ايكول، بس ايكول مبدوع بحرف متحرك فخدنا سون. طيب نيجي عدل يا جماعة مجموعة من الضمائر مهمة جدا، جو انا تساوي ضمير اخر اسمه موا برضو انا، في اتنين انا، يا ترى ايه الفرق بين انا وانا؟ طبعا جو بتيجي اول الجمله دي ضمير فاعل، لكن موا دي ضمير توكيد لجو. طب وتي انت ضمير توكيدها توا انت. طب وايل هو ضمير توكيدها لوي هو. طب وال ضمير توكيدها ايه؟ ال زي ما هي. طب ايه فايده دول يا جماعه في الملكيه؟ تعالوا نشوف كده المثال ده بيقول ايه؟ لو ليفر الكتاب اي ا توا. خدوا بالكم يا جماعه البريبوزيسيون حرف الجر ا اللي عليه اكسون ده بيدل على الملكيه، معناه يخص ملك او بتاع. فبيقول له ليفر اي ا توا يعني يعني الكتاب بتاعك ملكك يخصك. ا موا يبقى يخصني، ا لوي يبقى يخصه، ا ال يبقى يخصها. يبقى حرف الجر قال عليه اكسون ممكن يجي بعديه ضمير توكيد ويدل على الملكيه. فانت كده يا جماعه اكتيفيتي نشاط. بيقول لي ترانسفورم لفراز كوم دا ليكزامبل، حول الجمل كما في المثال. تعالوا نشوف كده المثال بيقول ايه. سي مون ليفر، يعني ايه معنى الكلام؟ ده كتابي مون ليفر، يبقى الكتاب ده ملكي مين؟ اكيد ملكي انا. فبيقول الي اموا، قلنا يعني ايه اموا؟ يعني ملكي، يعني يخصني، يعني بتاعي. ليه انا اخترت مو انا يا جماعه؟ عشان صفه الملكيه مون تبع مين؟ تبع جو، وجو ضمير توكيدها مين؟ موا، يبقى لازم اقول الي اموا يعني بتاعي. تعالوا نشوف كده حضراتكم هتعملوا ايه. اول مثال بيقول سي ما مونتر، سي ما مونتر، مونتر دي يا جماعه اللي هي ساعه اليد. فبيقول سي ما مونتر يعني دي الساعة بتاعتي. طب أنا دلوقتي عايز أستخدم بدل موندي بدل ماضي صفة الملكية ما، أستخدم التعبير أموا يعني بتاعي يعني ملكي. طب تعال نشوف كده الإجابة أهو، إلي أموا، إلي أموا. طبعا ال دي يا جماعة عايدة على المونتر الساعة، إيه تكون أموا بتاعتي. تعال نشوف المثال الثاني، سي تون ديكسيونير، سي تون ديكسيونير قاموسك، ما دام قاموسك يبقى بتاع مين؟ يبقى الحاجه بتاعتك. طيب هنبدا كده نشوف الاجابه. إلي ا توا، إلي ا توا. طبعا إيل
عيد عليك شنار طبعا هنا فعل قادر يكون هنا أتوى ملكك إلي أتوى هو ملكك على مين؟ على القاموس. أنت هو المثال اللي بعده سي سون سي بيدي دول سي بيدي بيدي يا جماعة القصص المصورة دي القصص المصورة بتاعته بتاعت مين؟ عايزين ننسبها لمين؟ لواحد اسمه علي عايزين يقول علي. طب تعالوا كده نشوف الإجابة ال هذيك اس طبعا عايدة على البيدي سون يكون علي ال سون علي يعني هن الحاجات دي بتاعت علي علي. طب نشوف المثال اللي بعده سي ساتروس دي مجلمتها او مجلمته بس احنا هنا عايزين نسيبها لمين؟ اهلا اهلا فهنقول ايه؟ الي اهلا الي اهلا يعني الحاجة دي بتاعت مين؟ هلا. سي سون ميكايي سي سون ميكايي دول كراساتي يعني بتوع مين؟ اموا بتوعي وبالتالي هقول إيل سون تاموا إيل سون تاموا. يبقى يا جماعة حرف الجر آ ده بيدل على الملكية. تعالوا كده نشوف الجزء اللي بعده أو سي دي إي. هنروح دلوقتي حالا يا جماعة مشوار لمكان اسمه سي دي إي موجود في المدرسة اللي هو اختصار سونتر مركز دو دوكيمونتاسيون دوكيمونتاسيون مركز التوثيق اي دانفورماسيون دانفورماسيون والمعلومات مركز التوثيق والمعلومات زي حجرة مناهل المعرفة. تعالوا نشوف كده يا جماعة القصة اللطيفة دي ونجاوب على الأسئلة إن شاء الله. البنت اللي اسمها جولي اللي تعتبر لامي دوليا لامي دوليا صديقة ليا مالها البنت دي؟ نا با كور ما عندهاش ايه يا جماعة؟ ما عندهاش كور ما عندهاش حصص. امتى؟ لو جودي لو جودي يوم الخميس يعني كانت فاضية ما عندهاش حصص فعملت ايه لما كانت فاضية؟ ال فا او سي دي اي تذهب لمين؟ للسي دي اي راحت المركز بتاع التوثيق ليه؟ ليه ترى؟ بور احنا عرفنا يا جماعة بور لكي فير سي دوفوار طبعا لكي تعمل ايه؟ سي دوفوار يا جماعة دوفوار في اللغة الفرنسية زي الهوم وورك في الإنجليزي اللي هو الواجبات وبالتالي عملت ايه؟ ال يوتيليز مهم جدا يا جماعة فعل يوتيليز تستخدم استخدمت ايه؟ ان اطلس عارفين يا جماعة ايه هو الاطلس؟ ده الكتاب بتاع الخرائط كتاب جغرافي ليه استخدمت الاطلس؟ بور لكي ايه؟ دي سيني جاي من مادة الديسان اللي هو الرسم يبقى دي سيني ترسم علشان ترسم ايه؟ اون كارت دو فرانس اون كارت دو فرانس كارت دو فرانس كارت دو فرانس خريطة فرنسا. البنت دي كمان ال ا عندها اون دي في دي طبعا يا جماعة الدي في دي نوع من الاسطوانات اللي هو بيخزن عليه او بيحمل عليه ما يقرب من 4 جيجا اون دي في دي. البنت كان معاها اون دي في دي فور ريجاردي اون فيلم علشان تشاهد ايه؟ فيلم. ال ا بيزوان دو مهم جدا يا جماعه التعبير ا بيزوان دو تحتاج زي نيد بالانجليزي. ال ا بيزوان دو اون سي دي هي محتاجه اون سي دي سي دي يعني ليه؟ فور ايكوتي دو لا ميوزيك عشان تعمل ايكوتي عشان تسمع دو لا ميوزيك موسيقى. ال ا بيزوان دو هي كمان محتاجه اون ديكسيونير اون ديكسيونير قاموس ليه؟ بور ترادوير بور ترادوير طبعا يا جماعه ترادوير ده فعل جميل جدا زي ترانسليت في الانجليزي بور ترادوير عشان تترجم دي تكست نصوص. البنت دي إلام بتحب شيرشي مهم جدا يا جماعه فعل شيرشي زي سيرش في الانجليزي شيرشي دي زانفورماسيون بتبحث عن معلومات سور الانترنت. البنت دي إلا دور بتعشق لي رومون لي رومون مهم جدا يا جماعه كلمه رومون رومون اللي روايات تعشق طبعا روايات دو فيكتور ايجو فيكتور ايجو يا جماعه ده كاتب مشهور جدا في فرنسا زي نجيب محفوظ عندنا اي لي بي دي دو تونتان دي كمان بتحب البي دي القصص المصوره بتاعت تونتان تونتان ده شخصيه كرتونيه فرنسيه طبعا شهيره. تعالوا كده يا جماعه نشوف الاسئله بتاعتنا كده اهو اكتيفيتي
يقول لي دي سي فري او فو. قول لي اذا كانت العباره صح او غلط. فاول جمله بيقول لو جودي يوم الخميس البنت اللي اسمها جولي كور. طبعا الجمله دي يا جماعه مثبته يعني عندها حصص. طبعا العباره فو خطا طبعا ان هي ما كانش عندها كور. رقم دو يقول له ويك اند في الويك اند البنت جولي فا او سي دي اي بتروح السي دي اي. نو اكيد فو ان لو في ويك اند كانت المدرسه تبقى فرمي مغلقه. نمرو تغوا جولي ام لي رومون اي لي بي دي. جولي ام لي رومون اي لي بي دي. البنت اللي اسمها جولي بتحب ايه؟ الرومون والبي دي. طبعا اكيد الكلام ده فري صحيح. نمرو كات جولي في سي دوفوار ان كلاس. البنت اللي اسمها جولي في سي دوفوار بتعمل واجباتها ان كلاس في الفصل. نو سي فو. طبعا اكيد غلط لان عملت الواجبات بتاعتها فين؟ في سي دي اي. نيجي بعد كده رقم 5 يقول لامي دو جولي. لامي دو جولي صديقه جولي سابيل ليا. اسمها مين؟ ليا. اكيد طبعا العباره دي فري صحيح. تعالوا نشوف كده يا جماعه نكمل. معنى اكتيفيتي معنى نشاط. النشاط ده بيقول ايه؟ تعالوا نشوف. اسوسي ليز اوبجي دو سي دي اي. عايزين نوصل الاوبجي الاشياء اللي كانت موجوده في السي دي اي افيك لور ديفينيسيون بتعريفاتها. تعالوا نشوف كده يا جماعه اول كلمه دي زاتلاس. دي زاتلاس كتب الاطلس تطلع ايه؟ نبص كده في الجنب الثاني. ايوه هي الجمله دي فعلا الخمسه سو سون دي ليفر. دول عباره عن كتب افيك دي كارت بخرائط. بعد كده تاني حاجه دي زانسيكلوبيدي. دي زانسيكلوبيدي انسيكلوبيدي الموسوعات. انسيكلوبيدي تطلع ايه الموسوعات دي؟ ايوه الجمله قبل الاخيره ايل بيرمي دي بتسمح لنا دو شيرشي ان احنا نبحث على دي زانفورماسيون المعلومات. الثالثه اون ديكسيونير. اون ديكسيونير قاموس. ترى القاموس ايه وظيفته وايه شكله؟ فعلا الجمله الرابعه سو سون دي ليفر دول كتب افيك دي ديفينيسيون. مهم جدا يا جماعه كلمه ديفينيسيون سموها انجليزي ديفينيشن. فيها تعريفات اي دي تراديكسيون. تراديكسيون تراجم او ترجمات. بعد كده الرابعه دي رومون. دي رومون ايه الرومون؟ ايه الروايات؟ فعلا الاخيره سو سون دي ليفر دو نجيب محفوظ بار اكزومبل. طبعا دي كتب لنجيب محفوظ على سبيل المثال. روايات يعني. كمان عندي دي في دي. دي دي في دي. يا ترى الدي في دي سمح للبنت انها تعمل ايه؟ فعلا الاولى سي بور فوار دي فيلم علشان نشوف افلام. بعد كده دي سي دي. ترى السي دي سمح للبنت تعمل ايه؟ سي بور ايكوتي دو لا ميوزيك عشان نسمع موسيقى. طيب دي ماجازين مجلات. دي ماجازين مجلات دي عباره عن سوسون دي بوبليكاسيون. دي منشورات حاجات بتتنشر. هذيك دي جو فيها العاب. كمان دي فوتو فيها صور. كمان دي ريبورتاج تحقيقات صحفيه. هنكمل كده يا جماعه ونشوف الاكتيفيتي النشاط اللي جاي. كيس كي تي في او سي دي اي. ماذا تفعل في السي دي اي؟ وده سؤال متوقع بيجي في الامتحانات والطالب بيكتب فيه حوالي 4 أو 5 جمل. ايه الحاجات اللي ممكن يعملها في السي دي اي في مركز التوثيق والمعلومات؟ تعال نشوف كده الاجابه. او سي دي اي في السي دي اي جي في مي دوفوار بعمل واجباتي. كمان جو ديسين برسم اون كارت برسم خريطه. كمان جو ريغارد ان فيلم اشاهد فيلم. كمان جيكوت دو لا ميوزيك بسمع موسيقى. كمان جو سيرف سير انترنت طبعا بتصفح على الانترنت. هنشوف كده يا جماعه النشاط اللي بعده اكتيفيتي. سؤال بيقول دوكوا. دوكوا قلنا يا جماعه قبل كده كوا ماذا. فدوكوا الى ماذا تي ا بيزوان تحتاج بور لكي. الى ماذا تحتاج لكي؟ يعني انت محتاج ايه عشان تعمل الحاجات اللي اقول لك عليها دي؟ طبعا عندي الاشياء جايبها لك اهو الاوبجي. عندي اون سي دي. عندي اون ديكسيونير. عندي اون انسيكلوبيدي. عندي اون دي في دي. عندي اون اطلس. طب نشوف كده احنا هنعمل ايه وبناء عليها نختار ايه. بصوا حضراتكم اول جمله جي بيزوان دو محتاج ايه؟ بوان نقط. ليه؟
بور دي سينين عشان ارسم اون كارت خريطه. ترى محتاج ايه بالظبط؟ ان اطلس. بالظبط ان اطلس. جي بيزوان دان اطلس بور دي سينين اون كارت. شوف الجمله الثانيه، جي بيزوان دو، محتاج ايه بور ترادوير عشان اترجم اون تكست نص اون فرونسي باللغه الفرنسيه. طبعا محتاج اون ديكسيونير، اون ديكسيونير قاموس. شوف الجمله الثالثه، جي بيزوان دو، جي بيزوان دو محتاج ايه بور ريغاردون فيلم عشان اشوف فيلم. طبعا اكيد اون دي فيدي، جي بيزوان دون دي فيدي بور ريغاردون فيلم. الجمله اللي بعديها، جي بيزوان دو محتاج بور شيرشي دي زانفورماسيون عشان ابحث عن معلومات. يا ترى محتاج ايه بالظبط؟ اون انسيكلوبيدي، اون انسيكلوبيدي موسوعه. شوف الجمله اللي بعدها، جي بيزوان دو محتاج ايه بور ايكوتي دو لا ميوزيك عشان اسمع موسيقى. طبعا محتاج اون سي دي، جي بيزوان دون سي دي بور ايكوتي دو لا ميوزيك. تعالوا كده دي ما نشوف الشريحه اللي بعدها. اتونسيون، انتبه، تعبير اللي اسمه افوار وده فعل افوار يملك، بيزوان دو على بعضي، تعبير افوار بيزوان دو يحتاج الى. طبعا هصرف افوار بس يا جماعه. بعد كده هجيب اون نو اس، بعد كده اجيب بور لكي، بعد كده اجيب مصدر الفعل. مصدر الفعل يا جماعه يعني الفعل بدون تصريف، يعني الفعل بخيره، يعني الفعل من غير ما اشيل منه ولا احط عليه. طب بص المثال الاول بيقول ايه؟ جي بيزوان دو ان ديكشنير. جي بيزوان دو ان ديكشنير، كده انا محتاج قاموس لي بور ترادوير، لكي ايه؟ ترادوير وترجم. جي بيزوان دون دي فيدي، انا محتاج ان دي فيدي لي بور فوار عشان ارى اشوف ان فيلم. لا كيستيون، السؤال بتاعنا اللي عايزين نركز عليه اسمه دو كوا. دو كوا الى اي شيء؟ تي ا بيزوان، تحتاج. دايما لما الاقي بيزوان احتاج لازم اختار سؤال دو كوا. دو كوا تي ا بيزوان بور، الى ماذا تحتاج لكي. يعني شوف كده يا جماعه السؤال بتاعي الجميل ده اللي اسمه كي، من، كي من، وتسال عن العاقل طبعا دايما، على البني ادمين، على البيرسون، على الاشخاص. فالسؤال اللي بيساله الاستاذ لما بيجي له الغياب، كي تابسون، كي تابسون، مين غايب؟ فواحد بيرد عليه بيقول له ادال ايه ابسون، محمد ايه ابسون، زينب ايه ابسونت، ده ما يطلع. ويمكن ان نضع حرف جر يا جماعه امام كي اذا كان الاسم نفسه مسبوق بحرف ايه؟ حرف جر. زي السؤال بتاعنا ده، واحد لقي تروس في الفصل، فرفع التروس ده في السماء كده فوق في ايده وقال اكي اكي الى تروس، بتاعت مين المقلمه دي؟ اكي لمن الى تروس المقلمه. فالاجابه الي اليكا، الي اليكا. طبعا لكا ده اسم عاقل مسبوق بحرف جر ا، فاحنا خدنا نفس حرف الجر ا حطيناه قدام كي، فبيجي السؤال اسمه اكي الى من. تعالوا كده يا جماعه نشوف اكتيفيتي، سؤال. بوز اون كيستيون، ضع سؤال، وجه سؤال. فهنا عايزين نقرا الاجابه كويس عشان نعرف نعمل السؤال. فالاجابه الاولى بتقول هدى ايه ابسونت، هدى غايبه، يبقى السؤال ايه؟ ايوه كي ابسونت، كي ابسونت، من غائب. تعالوا نشوف رقم ب، لو ليفر ايه اجولي، لو ليفر ايه اجولي، الكتاب ده بتاع جولي. السؤال ايه؟ ايوه اكي لو ليفر ايه، اكي لو ليفر ايه، لمن الكتاب. وممكن اقلبها يا جماعه اقول لو ليفر ايه اكي، وممكن اقلبها يا جماعه اقول اكي ايه لو ليفر. نمبر 7، جي بيزوان دون دي دون ستيلو، جي بيزوان دون ستيلو، انا محتاج اون ستيلو. السؤال ما فيش غيره طبعا، دو كوا تي ا بيزوان، دو كوا تي ا بيزوان، الى ماذا تحتاج. سمع يا جماعه دلوقتي المين؟ لو فونيتيك، اللي هو علم الاصوات، علم الصوتيات. معنا لو سون، الصوت اللي اسمه جو 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 جو. فالراجل بيقول لي ايكوت، اسمع الكلمات دي، جيمناز جيمناز، جولي جولي، جور جور، جودي جودي، اورلوج اورلوج. يا ترى لو سون جو
سكري بيتكتب ازاي؟ ايه الحروف يا جماعه اللي طلعت معايا جو؟ تعالوا نشوف كده الاجابه. بيقول لي حرف جي لما يجي بعديه او او اي او اجريك لازم يطلع جو، ما يطلعش جو، يطلع جو، جي معطشه. او حرف جي، حرف جي لو جه بعديه اي حرف ايا كان بيطلع جو، بيطلع جو، تمام. وبالتالي اكتيفيتي نشاط بيقول برونونس سي مو، انطق هذه الكلمات. تعالى يا جماعه انطق الكلمات دي. بونجور، انتيليجون، جانفيي، جوا، روج. تاني، بونجور، انتيليجون، جانفيي، جوا، روج. قالوا كده يا جماعه نشوف لي فيرب امبورتون، الافعال الهامه. معانا فعل جميل جدا اسمه لير، لير يقرا. طبعا يا جماعه ده مجموعه ثالثه، وهنصرفه كده مع بعض. جو لي، طبعا شال الار او حرف اس، تي لي شال الار او حرف اس، ال ال لي شال الار او حرف ت، الى بالاس الى بالاس ليز شال الار او حرف اس او ان تي، نو ليزون شال ار او حرف اس او ان اس، فو ليزي شال ار او حرف اس ازت. شوف كده فعل فوار يرى، جو فوا شال الار حط الاس، تي فوا شال ار حط الاس، ال ال فوا شال ار حط التي، الى بك اس الى بك اس فوا شال ار حط ان تي، نو فويون قلب الاي الى اجريك وحط او ان اس، فو فويي قلب الاي الى اجريك وحط ازت. فعل فير يفعل او يعمل، جي في شال ار او حط اس، تي في شال ار او حط اس، ال ال في شال ار او حط تي، الى بك اس الى بك اس فون احتفظ بس بالاف وحط او ان تي، نو في زون شال ار او حط اس او ناس، فو فات شال ار او وحط تي او اس. طيب هنكمل يا جماعة الشغل بتاعنا إن شاء الله. طيب هنكمل يا جماعة الشرح بتاعنا. تعالوا كده نشوف. أيوة نكمل أهو. هناخد حاجة اسمها سيتياسيون، المواقف. كيسكو فو ديت دون لي سيتياسيون سويفونت، ماذا تقول في المواقف الآتية؟ تعالوا نشوف كده يا جماعة. أول موقف، تو ديموند أون أمي، انت بتسال صديق اكي اي لو ليفر، تساله السؤال ده اكي اي لو ليفر، لمن الكتاب؟ ايل دي يقول ايه؟ سي تا موا، سي تون ليفر سوبر، سي تون ديكشنير. طبعا الاجابه الاولى هي الصحيحه، سي اموا، عشان في حرف جر ا موا بتاعي. برودو تون امي تو ديموند، صديقك بيسالك لادات التاريخ، تريد تقول ايه؟ اقول له ردا عليه نو سوم اوتور، نو سوم سامبا، نو سوم سامدي. طبعا اكيد الاخيره نو سوم سامدي. هنشوف كده يا جماعه الموقف اللي بعده، نمبر 3 بيقول لي تي دي، انت تقول جي بيزوان دو ان ديكشنير، محتاج ايه؟ ان دي في دي، اسف جي بيزوان دون دي في دي، محتاج دي في دي. كونتيام عندما تحب ايه؟ شيرشي دي زانفو، لير ان ليفر، ريغاردون فيلم. طبعا ما دام محتاج دي في دي يبقى ريغاردي اون فيلم. هنشوف كده نمرو 4 بيقول لي تي دي، انت تقول جي بيزوان دو اون ديكشنير، محتاج قاموس. كونتيام عندما تحب ايه؟ ترادوير اون تكست، ولا ايكوتي دو لا ميوزيك، ولا فوار اون بي دي. طبعا اكيد 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 طبعا ديكشنير يبقى ترادوير اون تكست، طبعا اترجم نص. نمبر 5 بيقول لي تي ديموند اتونيمي، انت تسال صديق عن سا ماتيير بريفيري، عن مادته المفضله. تيجي تقول ايه؟ كل ماتيير تي دي تيست، ولا كل ماتيير تي بريفير، ولا كي ام لو فرونسي. طبعا اكيد الثانيه، كل ماتيير تي بريفير. هنشوف كده يا جماعه الموقف السادس،
بيقول لي تي ا انتروس، انت عندك انتروس مقلمه، تريد تقول ايه؟ سي ماتروس ولا سي تاتروس ولا سي ساتروس؟ طبعا اقول سي ماتروس علشان دي مقلمتي. نيجي على رقم 7 بور ايكوتي دو لا ميوزيك، عشان تسمع موسيقى. تريد تقول ايه؟ جي بيزوان دون ديكشنير، جي بيزوان دون اتلاس، جي بيزوان دون سيدي. طبعا اخيرا جي بيزوان دون سيدي. هنا يا جماعه كده تيست دو جرامير، طبعا اختبار قواعد. شوازي لو مو كومبينابل، تعالوا كده يا جماعه نشوف الجمله الاولى. il prefère لو ولا لا ولا الا ابوستروف ولا لا استوار. طبعا يا جماعه ماده استوار التاريخ ماده مبدوعه بحرف متحرك، يبقى ناخد الابوستروف. مرودو لو براسولي حزازه اي ا يقول لي يا ترى نقول تي ولا توا ولا تون ولا تا؟ طبعا ما دام عندي حرف الجر وباخد ضمير توكيد توا اي اتوا. نمرو تروا سي سون ولا ايه؟ مون ولا ما ولا مي ولا سون مجازين. لو حضراتكم بصيتوا مجازين اخر اس يبقى جامع، يبقى ناخد مي. نمرو كات كيل ولا كيل ولا كيل ولا كيل. ليفر تي بريفير، عندي هنا كلمة ليفر ورا القوس اللي هو الكتب، والكتب جمع مذكر، يبقى ناخد التالتة كيل ال واحدة واس. نمرو 5 نو افون ولا افي ولا افوار ولا اون بيزوان دون ليفر. طبعا هنا يا جماعة نصرف هنا فعل افوار مع نو، يبقى نقول افون او ناس. نمرو 6 كي ولا اكي ولا كو ولا كوا اي لو ساك. طبعا هنا الشنطة، يبقى اكي الى من؟ لا مونتر اي اتوا. واحد بيسالك سؤال يقول لك لا مونتر اي اتوا، الساعة دي بتاعتك؟ فانت قلت له وي سي سا ولا تا ولا ما ولا مون مونتر. فلو اقول ساعتي يبقى اقول ما مونتر، لان مونتر دي مؤنث. الاجابة اهو يا جماعة الا ابوستراف توا مي كيل افون اكي ما. انت كده يا جماعة السؤال اللي بعده برودكشن انتاج، ونشوف الرد ازاي على الايميل. طبعا يا جماعة الايميل هيجيني لازم ارد عليه بثلاث جمل صحيحة. سليم بيقول لي كون متى تي فا او سي دي اي، انت امتى بتروح السي دي اي؟ كمان ابيكي مع مين؟ تي في كوا او سي دي اي، بتعمل ايه في السي دي اي؟ هنشوف يا جماعه الاجابه. سالي جي في او سي دي اي جودي، بروح السي دي اي امتى؟ جودي الخميس. كمان جي في بذهب مع مين؟ افيك مونامي مع صديقي. كمان بعمل ايه؟ جي في مي دوفوار، بعمل واجباتي. يعني تفكر يا جماعه الموضوع السوجي الموضوع الاخير. بيقول لي ليست فيش اقرا الاستماره وي بريزونت تون كوبان ثم قدم صديق. يعني تفكر يا جماعه صديق عمر ان كاتر فراز في اربع جمل. اول جمله عايزين نتكلم عن ليسي اسمها السلام، بعد كده عايزين نتكلم عن ماتيير بريفيري فرنسي ارا، بعد كده عايزين نتكلم عن الجو الميول ميوزيك، بعد كده عايزين نتكلم عن جور دو كونجي يوم العطله فاندر دي. هنشوف الاجابه اهو يا جماعه ريبونس. بيقول ايه الاجابه؟ عمر فا او ليسي السلام. ثاني جمله il préfère le français et l'arabe. ثالث جمله il aime la musique. رابع جمله il ne va pas au lycée vendredi. ما بيروحش طبعا المدرسه امتى؟ فاندردي. طبعا الجمله دي منفيه. والى هنا تنتهي لقائنا او ينتهي لقائنا اليوم ان شاء الله، ونلتقي الاسبوع القادم باذن الله تعالى مع الدرس الاول ان شاء الله في الوحده الرابعه والاخيره. طبعا القاكم على خير، وما ننساش طبعا ان احنا نشترك في القناه وننصح بها اصدقائنا ونشير الفيديو ونجاوب على الامتحان الالكتروني اللي الرابط بتاعه اسفل الفيديو. واراكم ان شاء الله قريبا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.